الرياضية وصحبة الزميل أحمد غمري. شكرا لك يا زميلي علي. أهلا بكم مشاهدينا والملف الرياضي الجديد لأحداث هذا اليوم نبدأه معا بالعناوين. قبل لقائه وادي دجلة في الدور قبل النهائي لكأس مصر، الإسماعيلي يحلم بتكرار إنجاز عام 2000. والمصري يبدأ سلسلة مبارياته الودية بلقاء بتروجيت السبت المقبل استعدادا لانطلاق بطولة الدوري العام. أهلا بكم وتفاصيل الأخبار. استأنف فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم استعدادا لملاقاة فريق وادي دجلة على ملعب الأقصر ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر الأحد القادم. وركز شوقي غريب المدير الفني للفريق خلال التدريبات على رفع الروح المعنوية للاعبين من خلال تذكيرهم بإنجازاتهم خلال السنوات السابقة. الجدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي صعد لهذا الدور بعد فوزه على فريق النصر بهدف نظيف أحرزه اللاعب حسني عبد ربو في دور الثمانية لبطولة كأس مصر. استقر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة الكابتن صبري المنياوي على إقامة عدد من المباريات الودية خلال معسكر الفريق الذي سيبدأ في الإسماعيلية بعد غد الجمعة. هذا وسيخوض النادي البورسعيدي 3 مباريات ودية أمام نادي بتروجيت السبت القادم، ثم القناة الاثنين المقبل، ويختتم سلسلة مبارياته بلقاء فريق الشهداء، وذلك في إطار استعدادات الفريق لانطلاق بطولة الدوري ممتاز. في سياق آخر، انتظم في تدريبات الفريق مهاجم نادي الزمالك الشاب علي فريد واللاعب محمد فوزي القادم من أحد الفرق السودانية، حيث يخضعان لفترة اختبار بالنادي. أما في الإسماعيلية، شهدت الآونة الأخيرة انتشار صلة اللياقة البدنية وسط إقبال من الشباب من مختلف الأعمار على الانضمام إليها. هذا وتضم صلة اللياقة البدنية العديد من الأجهزة الرياضية المتخصصة، وتستحوذ على اهتمام العديد أيضا من الفئات العمرية من الباحثين عن المشاركة في البطولة الرياضية أو التأهل لدخول المسابقات والتي تتطلب قدرا من المهارات واللياقة البدنية. التقرير التالي يلقي الضوء على دوافع الشباب للتدريب داخل صلاة اللياقة البدنية.